وحسب الله ده بقى حينام فين؟ في بيت اخوه. امال حينام فين يعني؟ يعني حينسك عليه باب واحد هو وريا؟ مرت اخوه وتحرم عليه. دي تلاقي ريا فرحتها كبيرة، والود ودها عيا جوزها يطول كده لاجل ما اخوه يفضل قاعد جنبه. قصدك ايه يا ام لسان طويل؟ انا يا اختي قلت حاجة، بكرة نشوف. الحمد لله. ده كلام يا سي حسب الله، الاكل بحال. صدقيني اكتفيت، الحمد لله. طب اغسل لك حبة عين. لا انا بدي انام. طب احضر لك الفرش. لا فرشة ايه، انا هنام برا. تنام برا؟ يا لهوي، تنفي الباب؟ ما انا واخد على كده، انا شغلي في اسكندرية، بنام في الضل لاجل اسمع دبة النملة او اي حرامي يهور من الجنين. بس انا يا اخويا اخاف عليك لما تكبر. ما تخافيش، هاتي لي انت بس حاجة استغطى بيها. والنبي دلولة تحكمت رأيك، ما كنتش أسيبك تنام هنا أبدا. لا ما يهمكيش، خش انت استريح. صباح الخير. أني بوصيك على مرتي وابني يا حسب الله. ابنك؟ ريح حبل. اطمن يا اخويا، اطمن، هما في عناية، بس انت بإذن الله هتقوم بالسلام. أني خلاص هلقى رب كريم. خد بالك من مرتي وابني يا حسب الله، دول أمانة في رقبتك. بلاش بلاش يتبهدلوا من بعد موتي يا اخويا. هلا زي النهاردة يا ابو العيلة. مات مات يا امه. مات؟ مات. كيف جي يا بنتي؟ يا ترى الايام مخبيه لك ايه انت واللي في بطنك يا ريا يا بنتي؟ يا ايتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي.
صدق الله العظيم. ده حسب الله، ده راجل ولا كل الرجال جنب الواجب كله لحد المجر. لو انت ما كنتش عاوزه اخوه يقوم بالواجب كله حق بطلوه ده. اسمعوا ده اسره ناوي على ايه يا ريا؟ ده انت لازمك مصاريف يا بنتي تهد جبال، وانت ما بجاش الا تولدي. والله ما انا عارفه يا ام. قول انت. اخو جوزك وملزوم بالصرف عليكي لحد ما تقومي بالسلام. مش بتقولي يا اختي راجل ولا كل الرجاله؟ المرجاله بقى في اللي جاي مش في اللي راح. ازاي يعني؟ اقول للراجل سيب شغلك في اسكندريه وتعالى اقعد جاري. تلف سجارة. تسكر يا أميرة. أعمل لك شاي. ده يبقى كتر خيرك. أنا عناية يا أخو. ايدنا نعدمها. لو وسط اي حاجة تاني انا سايبة الباب موارب. موارب حبة كده. ازعج عليها تلاقيني جسد. لا ما تشيليش هم ده كده عال قوي. خش نام انت. لو كتاب الله ما جيت ما تختش. اللي انت عاوزه من كفة شيء يجيلك. انت في بيتك ومطرحك.